باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلمتكم في المرات السابقه عن وسائط النعمه او الوسائط الروحيه، فتكلمنا عن الصلاه والقراءه والكتاب المقدس، تكلمنا عن الصلاة والقراءة والكتاب المقدس، وعايزين نتكلم المرة دي عن الاعتراف والتناول. أول حاجة عايز أقولها في الاعتراف، الاعتراف بينك وبين نفسك إنك أنت أخطيت. غالبية الناس لا يعترفون بينهم وبين أنفسهم أنهم أخطأوا، إلا في الغطايا الجسيمة اللي بيقولوها الأب على الاعتراف. لكن علشان واحد يقول أنا غلطان، ساعات يجدها ثقيلة على نفسه وجارحة لكبريائه. ولذلك كتير من الناس حتى إذا ناقشهم البعض يجادلوا ويأوحوا ويحاولون أن يغطوا الخطية بالأعذار، أو يغطوا الخطية بكثير من التبريرات ومن الأسباب، أو أنهم يلصقوا المسؤولية بغيرهم، أو ينكروا بأي طريقة، وبهذا يضيفون إلى الخطية خطية أخرى. والمسألة دي قديمة بقدم البشرية، يعني آدم حاول أن ينسب الخطية لحواء، وحواء حاولت أن تنسب المسؤولية إلى الحية، وما فيش حد قال لربنا أنا يا رب أخطيت واغفر لي. فلازم الإنسان يشعر بينه وبين نفسه أنه غلط، لازم. المسألة تحتاج إلى تواضع قلب ليكن. ذلة الإنسان في اعترافه بأنه غلط بتنفعه انه ما يغلطش تاني. يعني مرارة الاعتراف بالخطأ تقضي على جسارة ارتكاب الخطأ. الجسارة اللي ارتكب بها الخطية. ودي تحتاج ان الانسان يفحص نفسه جيدا في ضوء الوصايا وفي ضوء المثاليات وفي ضوء سير القديسين وقصص الأبرار، في ضوء الوحي الإلهي وتعليم الكتاب وما يسمعه من عظات روحية. يفحص نفسه ويعترف بينه وبين نفسه أنه غلط، وبعد ما يعترف أمام نفسه أنه غلط يستطيع أنه يعترف أمام الله أنه غلط، ويستطيع يعترف أمام الناس، ويستطيع يعترف أمام الكاهن. لكن المسألة بتبتدي في الأول بين الإنسان وبين نفسه. عود نفسك إنك أنت تلوم نفسك قبل أن يلومك الناس، وكما قال القديس مكاريوس الكبير: احكم يا أخي على نفسك قبل أن يحكموا عليك. وكما قال القديس أنطونيوس الكبير: إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله.
على أن يكون الاعتراف بالخطية اعترافا حقيقيا وليس لونا من العادة أو الروتين وليس سياسة وليس مجاملة. إزاي؟ يعني بالنسبة للرهبان كل واحد يقول أخطيت 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 وجايز في داخل نفسه مش شاعر أنه غلط، أو جايز واحد يقول أخطيت صرف مجالس علشان يخلص اللي قصاده يخلص من اللي قصاده، أو جايز يقول أخطيت لأن الروحيات بتقول كده. ولكن المفروض أنه يقول أخطأت وفي داخله اقتناع تام بأنه غلط فعلا. وساعات الإنسان يلوم نفسه ولا يقبل الملامة من غيره، يعني ممكن يقول أخطيت ولو حد قال له أنت غلطت يزعل، يقول أنا خاطئ ولو حد قال له أنت خاطئ يزعل، لأن بيقولها وهو مش مقتنع بيه. فلازم يعني للتوبة الحقيقية تعترف بينك وبين نفسك انك انت غلطت. هذه هي الدرجة الأولى في طريق التوبة، والدرجة الأولى في تغيير الحياة وفي تجليد الحياة وفي ترك ما أنت هو فيه، ما أنت فيه يعني. قايين آوح مع ربنا قال له أحارس أنا لأخي؟ ما قالش أنا أخطيت. حصل بالنسبة لفرعون كذا مرة قال أنا أخطأت إلى الرب، قال لموسى وهارون أنا أخطأت إلى الرب، صلي من أجلي إن ربنا يرفع عني هذه الضربة. وكان لما ربنا يرفع عنه الضربة ينسى إنه قال أنا أخطيت. المسألة عايزة جدية، جدية داخلية في الاعتراف بالخطأ وبذل كل الجهد إن الواحد يترك هذا الخطأ. ويحتاج الأمر إلى تدقيق مع النفس، إن الإنسان يكون مدقق في تصرفاته. ساعات بيحصل إن إحنا نكون مدققين جدا في أحكامنا على الآخرين لكن ما نكونش مدققين في أحكامنا على نفسنا. أحيانا نكون مدققين جدا في أحكامنا على غيرنا وما نكونش مدققين أبدا في أحكامنا على نفسنا. وساعات الواحد يعتذر بالظروف المحيطة به أو يعتذر بضعفه أو يعتذر بعدم المعرفة أو إن هو يحاول يقلل من قيمة الخطية، يقلل من شأنها، يعني ما يديهاش حجمها الطبيعي كما لو كانت شيء بسيط. والذي لا يعترف بخطأه لا يمكن أبدا أن يصلح نفسه. الذي لا يعترف على الأقل بينه وبين نفسه أنه غلطان لا يمكن إطلاقا أن يصلح نفسه، مستحيل. دي أول نقطة في الاعتراف. تاني نقطة، عود نفسك إنك تعترف لغيرك اللي غلطت في حقه بإنك غلطت في حقه، لأن الحق والعدل يستلزم هذا، الحق والعدل يستلزم هذا.
وخصوصا إذا كان الشخص عارف، كون إنه يعرف لأنك أنت أخطيت في حقه ويلاقيك ما جتلوش لحد دلوقتي تقول له أنا غلطان، بيتضايق في نفسه، يشعر إما إنك أنت مش سائل فيه لا يهمك شعوره، وإما إنك أنت الخطأ في الناس شيء طبيعي عندك، يعني ما مش شعر بأنه غلط. وتأكد إنك أنت لو ذهبت لإنسان واعتذرت إليه سيقدرها كثيرا، وممكن تصفي الموضوع اللي بينك وبينه. لكن طول ما أنت بتقول إيه جرى إيه ما حصلش، هيبقى تعبان منك. وفي هذه الحالة إزاي تتناول؟ بيقول إذا قدمت قربانك على المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيء عليك، يعني هو ماسك عليك حاجة، اذهب أولا اصطلح مع أخيك، تصفي قلبك من جهته وتصفي قلبه من جهتك. وتصلح علاقتك معاه ويصلح علاقته بيك. إلا لو كان شخص مش ممكن وما فيش فايدة، عليك إنك أنت تقول أخطيت إذا غلطت في حقه وخلصت الحكاية، وتبقى صفيت ضميرك، سواء هو قبل أو لم يقبل اصطلح أو ما اصطلحش، أنت بتصفي ضميرك. وفي الحالة دي لو ما صلحكش تبقى أنت مريح ضميرك. بس مش بس كلمة أخطيت، يحتاج الإنسان اللي غلطت في حقه إنك تراضيه، لأن كلمة أخطيت بس من غير ما تراضيه مش كفاية. وساعات يكون الاعتذار ليس في حجم الخطأ، يعني خطية قد كده تجيب لها اعتذار قد كده مش مقبول، يعني مش قدها، يعني الخطية الكبيرة عايزة اعتذار كبير وعايزة تصليح نتيجة الخطأ. يعني ايه تصليح نتيجة الخطأ؟ يعني واحد شهرت بسمعته وقلت عليه كذا وكذا وكذا، على الأقل تصلح الكلام اللي قلته. تقولها صلح ازاي؟ ما الكلام اللي قلته فيه مظبوط، يبقى مش شعر بقى انك انت أخطيت. حتى إن كان الكلام مظبوط التشهير مش مظبوط. ممكن على الأقل تقول للناس أنا غلطت في حق فلان إن أنا اتكلمت عليه كلام مش كويس وبس، ما تجيبش سيرة مظبوط ولا مش مظبوط. كون إن واحد تتكلم عليه في آذان كثيرة، في آذان كثيرة، ولما تيجي تعتذر ليه تعتذر في أذنيه هو وحده فقط، ما تريحوش. طب والناس اللي سمعوا، والناس اللي خدوا فكر، والناس اللي دردشت معاهم، واللي قعدت انت وهو انت وهم تسلخوا في جلده وتأكلوا في لحمه، ايه دي؟ كل دي راحت مجرد أخطيت وخلاص، واللي حصل حصل. يقول لي الحكاية دي بتصعب الموضوع، أقول لك لما تصعبها تاني مرة ما تعملهاش. هو إيه اللي بيخلي الواحد بيغلط كتير؟ إن الحكاية سهلة، لكن لما تتصعب ما تحصلش تاني. إحنا فاكرين مجرد الاعتراف يعني الواحد يروح لأبونا ويقول له غلطت يا أبونا وخلصت الحكاية، بس كده. زكى العشار قال إن كنت ظلمت أحد في شيء أرد 4 أضعاف. فأنت إن كنت ظلمت أحد في شيء وبينك وبين نفسك معترف بإنك ظلمته في حاجة، مفروض ترد له حقوقه. ظلمته في سمعته ترد له سمعته،
زرمته في حقوق ماليه ترجع له الحقوق الماليه. يعني يجي واحد مدير مصلحه يقول للاب الكاهن انا اخطيت يا ابونا وحرمت واحد من الترقيه، يقول له طب يا ابني الله يحلك، ويقرا له التحليل، يقول له روح رجع له الترقيه اللي ظلمته فيه، منعت عنه علاوه، روح رجع له العلاوه اللي ظلمته فيه، هي بس اخطيت وخلصت. اخطيت وتصلح، اخطيت وايه وتصلح، ادي الاعتراف بالخطيه. لكن مجرد تروح تقول لابونا والشخص نفسه اللي مسه الموضوع ولا كانه هنا، تاخد كل دول بينك وبين نفسك، تعترف بالخطيه امام ابونا، تعترف بالخطيه امام الشخص اللي غلطت في حقه، تعترف بالخطيه، وامام الله تقول له لك وحدك اخطات والشر قدامك صنعت. الاعتراف بالخطا زي ما قلت لكم هو اول درجه في درجات التوبة وفي درجات إصلاح النفس، وأيضا في معالجة العلاقات مع الآخرين. خذوا مثال من الأمثلة داود النبي. داود النبي اعترف أمام ناثان الكاهن بأنه قد أخطأ، وقال له الرب نقل عنك خطيئتك لا تموت، حولها من حسابك لحساب المسيح، ولكن بعد أن نقل عنه ربنا الخطية وغفرت له ظل يبكي عن هذه الخطية بدموع مدة طويلة جدا، وقال بللت فراشي بدموعي، في كل ليلة أعوم سريري وبدموعي أبل فراشي، وقال مزجت شرابي بالدموع، وقال صارت دموعي لي شرابا نهارا وليلا، وبكى على هذه الخطية. فأنت إذا اعترفت بينك وبين نفسك أنك أنت أخطيت لابد أن تندم، لأن الخطية التي لا تأخذ حقها من الندم ممكن ترجع تاني. الخطية التي لا تأخذ حقها من تبكيت الضمير ممكن ترجع تاني. لازم الواحد يبكت نفسه. ممكن يبكت نفسه بالكلام، وممكن يبكت نفسه أثناء ضرب المطنيات، وممكن الاثنين مع بعض. يبكت نفسه أمام نفسه ويبكت نفسه أمام الله. وفي ناس بيفرضوا عقوبات على أنفسهم، يعني مش بس بيعترف يقول أخطيت، ويفرض عقوبة على نفسه، وربما تكون هذه العقوبة رادعا ليه ومن نفس النوع أو من نوع آخر. دي نقطة واحدة في مسألة الاعتراف، والاعتراف بالخطية والندم عليها وتبكيت النفس عليها والاعتراف بها أمام الآخرين وفرض عقوبة على النفس والتدريب أيضا على تركها وسد الأبواب اللي تيجي منها، كل دية بتصلح الإنسان وتجلب له تواضع القلب وتجلب له الحرص وعدم التكرار. بعد كده يجي موضوع التناول. التناول من أحسن الإصحاحات التي تكلمت عنه، الإصحاح السادس من إنجيل يوحنا. السيد المسيح بيقول
من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. وبيقول يحيى إلى الأبد، يعني التناول يكون سبب حياة لي. والتناول أيضا يشبه عملية التطعيم بالنسبة للأشجار، لما شجرة تطعمها بنوع آخر بينمو النوع الآخر، فأنت بتطعم طبيعتك بطبيعة أخرى أرقى وأحسن بما لا يقاس. والسيد المسيح أيضا يقول من يأكلني فهو يحيى بي، ويقول إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليست لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. ويتكلم عن التناول إن هو خبز الحياة وإن هو المن السماوي، ومن أكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد إلى آخر. وفي القداس بنقول على التناول يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول منه. والتناول بيكون بالنسبة للإنسان بدء عهد جديد مع ربنا. في كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجيء. عهد بين الإنسان وبين ربنا. عشان كده اليوم اللي قدم فيه المسيح هذا السر سمي يوم خميس العهد، بيبقى عهد بين الإنسان وبين ربنا، وبيبقى بداية حياة جديدة. ودايما الإنسان لما بيتناول بيبتدي بداية جديدة طيبة، والناس لما بيتناولوا في يوم رأس السنة بيبتدوا بداية جديدة. وأنا بقول لكم الكلام ده قبل رأس السنة بكام؟ بثمان أيام، عشان تصفوا حساباتكم مع ربنا وتستعدوا، وإن كان اعترافكم فاضيين تروحوا تعترفوا عليهم. طبعا ممكن هذه ثمان أيام مدة بسيطة. ليه بقول الكلام ده؟ لأن ساعات ناس يجوا في نفس ليلة عيد الميلاد ويكبسوا على أبونا 50 60 70 80 يقول لهم ما عنديش وقت، فأنتوا حاولوا تيجوا قبليه. ناس كتير كانوا يقتربون إلى التناول بخوف، توقيرا لهذا السر العظيم. القديس الأنبرويس ملاك هذه المنطقة كان بيقول إن ينبغي لمن يتناول جسد الرب ودمه أن تكون أحشاؤه في طهارة أحشاء العذراء اللي استقبلت المسيح في داخلها. طبعا كلام صعب، ليس الجميع يحتملونه وليس الجميع يقدرون عليه، لكن أنا بقوله علشان يورينا قد إيه هذا الاستعداد للتناول. استعداد للتناول.
استعداد بالتوبة واستعداد بانسحاق القلب أمام الله. والكاهن قبل ما بيبتدي القداس بيصلي صلاة ويقول، يسموها صلاة الاستعداد، يقول فيها: أيها الرب العارف قلب كل أحد، القدوس المستريح في قدسيه، أنت يا رب تعلم إني غير مستحق ولا مستعد ولا مستوجب لهذه الخدمة المقدسة التي لك، وليس لي وجه أن أقف وأفتح فاي أمام مجدك الأقدس، بل ككثرة رأفاتك اغفر لي أنا الخاطي، وامنحني أن أجد رأفة ورحمة في هذه الساعة. ده الكلام اللي بيقوله إيه؟ الكاهن. ولعلكم تعرفون وتبصرون باستمرار ان الكاهن قبل ما بيتناول في الاول بيغسل ايديه، واثناء بيغسل ايديه بيصلي صلوات سريه، من ضمنها يقول: انضح علي بزوفاك فاطهر، اغسلني فابيض اكثر من الثلج، اغسل يدي بالنقاوه واطوف بمذبحك يا رب. ولعلكم تبصرون ان الكهنه بيلبسوا الملابس البيضاء، والشمامسه يلبسون الملابس البيضاء اللي هي التونيات، اظهارا للشعب كله ان من يتناول ينبغي ان يكون قلبه ابيض كما ترمز اليه هذه الملابس البيضاء. المشكله التي تصادف كثيرين إنهم يتناولون ويرجعون كما كانوا تماما، كأن شيئا لم يحدث. الطبع نفس الطبع، الطباع نفس الطباع، الأخطاء نفس الأخطاء، اللسان نفس اللسان، الفكر نفس الفكر، كأن ما جرش حاجة. أمال إيه اللي خدناه من المناولة؟ المناولة كويسة، ولكن الاستعداد لها ينبغي أن يكون أكثر وأهم. استعداد. استعداد إن إنسان لا يرجع إلى ما كان فيه. مش مجرد كلام قصاد ربنا. من كل القلب، من كل النفس، من كل العزيمة، بالتصميم أمام الله وبالصلاة وبطلب معونة. ولو كان الناس كلهم بيتناولوا باستحقاق كنا وجدنا أمامنا مجموعة من القديسين لا حصر لها. شوفوا في الأعياد بيتناولوا كام؟ آلاف، آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة. يعني في القاهرة على الأقل ما يقلوش عن 100,000 بيتناولوا يوم العيد. وبياخدوا مدة. ده احنا ساعات في ليلة العيد بنبقى ستة بنناول وبناخد ساعة، ساعة ونص، ساعة ونص يمكن بنناول. ناس ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. لو كل دول قديسين يعني يبقى خلاص. ده ربنا قال لأبينا إبراهيم: لو وجد 10 كويسين في المدينة لا أهلك المدينة من أجل 10. يعني يا ريت في كنائس القاهرة كلها اللي هم 106 كنيسة يوجد في 10 متناولين مظبوط، ومن أجل 10 دول ربنا يستر على البلد. أنا بكلمكم بصراحة. ربنا قال له كده، قال له: إن وجد 10 كويسين في المدينة لا أهلك المدينة من أجل 10. طب قول كانت مدينة صغيرة وإحنا هنا مدينة عظمى. المسائل عايزة إن ناس يتناولوا بكل الاستعداد وبكل نقاوة القلب وبعزيمة صادقة وبتوبة ثابتة. بتوبة إيه؟
ثابتة، يعني مش توبة متزعزعة. مرة يعد ربنا ومرة ينسى مواعيده، ومرة يقول أبقى كويس ومرة ينسى، ومرة يرجع تاني لورا أو يرجع لأبعد. المناولة هي بداية حياة جديدة أمام ربنا. فإذا كانت المناولة مثلا في رأس السنة والسنة كمان جديدة وبداية حياة جديدة، دي تبقى حاجة ربنا يحافظ عليكم. عايزة استعداد. شوفوا على حسب استعداد القلب، احفظوا العبارة دي، على حسب استعداد القلب تكون الاستفادة من التناول. على حسب استعداد القلب تكون الاستفادة من التناول. أفتكر إني مرة ضربت مثل بالرسل الاثني عشر، كلهم ما عدا يهوذا تناولوا، الأحداشر يعني، الأحداشر تناولوا. فما الذي حدث؟ واحد فقط من الاثناشر هو الذي تبع المسيح حتى الصليب، بس واحد من الاحداشر، اسف، واحد بس من الاحداشر هو اللي تبع المسيح ايه لحد الصليب. وواحد تاني اللي هو بطرس مشي لحد نص السكه وتحمس في السكة وقطع ودن العبد وقال لو أنكرك الجميع، وعمله الليلة طويلة وجه أنكره، والتسعة الباقيين هربوا عند القبض عليه. يبقى إيه الحكاية؟ أهو كلهم اتناول، كلهم إيه اتناول، وفيهم اللي هرب وفيهم اللي أنكر، وواحد بس من ال 11 هو الذي تبعه حتى الصليب وبقي معه وأخذ منه بركة، والمسيح كلمه من على الصليب وعهد إليه بوالدته. إذن على حسب الاستعداد وعلى حسب محبة ربنا اللي في القلب، وما يكونش التناول كمجرد عادة، لأن في ناس ممكن يتناولوا كل يوم ويتعودوا على كده ويبقى شيء طبيعي، مش مفهوش استعداد لتغيير الحياة، مفهوش استعداد إيه لتغيير الحياة. لكن المطلوب إن الواحد يكون مستعد. الكنيسة بتحاول إنها تخلي الإنسان يشعر إن هذا اليوم غير عادي، هذا اليوم إيه غير عادي، له استعداد بالاعتراف، له صوم معين، له طهارة جسد، بعد كده لا بيبصق على الأرض ولا يسمح إن ينجرح وينزل منه دم ولا حاجة، ويكون الإنسان محترس، بتحط له صلاة قبل التناول وصلاة بعد التناول، وبتحاول تحوطه بجو معين، إن ما يبقاش يوم عادي، ما يبقاش يوم عادي زي بقية الأيام، عشان يستفيد. عايزة توبة وعايزة صلح مع الناس، وقبل القداس بنقول صلاة الصلح، ونقول في صلاة الصلح اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة، لكي ننال بغير استحقاق، لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبتك غير المائتة السمائية، بغير وقوع في دينونة، ونقبل بعضنا بعضا، يعني غاية الحب، غاية الحب بقبلة مقدسة. مسألة عايزة استعداد، عايزة استعداد وعايزة استحقاق. وبعدين تقروا في كورنثوس الأولى 11 عقوبات لمن يتناول بدون استحقاق، أقرأ لكم فيها شوية كلام وما تزعلوش. شوف بيقول إيه،
كورنثوس الأولى 11 آية 27 واللي بعديها: إذن أي من أكل هذا الخبز أو شرب كأس الرب بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه. يكون مجرما في جسد الرب ودمه. ولكن ليمتحن الإنسان نفسه، ليمتحن الإنسان نفسه، وهكذا يأكل من الخبز ويشرب من الكأس، لأن الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. يعني مرة قال يكون مجرم في جسد الرب ودمه، وقال يأكل ويشرب دينونة لنفسه، وقال غير مميز إيه جسد الرب. وإيه تاني؟ من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. لأننا لو حكمنا على أنفسنا لما حكم علينا. كلام صعب. دينونة ومجرم في جسد الرب ودمه وغير مميز جسد الرب ودمه، ومن أجل هذا فيكم مرضى وضعفاء وكثيرون يرقدون. إذا كانت المسألة كده يبقى عايزة استعداد، عايزة استعداد، استعداد جسدي واستعداد نفسي واستعداد روحي. استعداد جسدي من جهة طهارة الجسد ونظافته وصومه، واستعداد نفسي من جهة مشاعر النفس وانفعالاتها، واستعداد روحي من جهة نقاوة القلب. وعلى الإنسان يبتدي يستعد من الآن ليمهد نفسه لهذا الأمر، لأن ليس من الصالح أن يتناول ويرجع زي ما هو. شوفوا مرة كتب واحد في مذكرة يوم تناوله، قال: هذا الفم الذي تناول جسد الرب ودمه كلمة زائدة لا تخرج منه ولقمة زائدة لا تدخل فيه. تصور انت خدت جسد ربنا ودمه، واصبح الدم ده يجري فيك ويختلط بدمائك، واصبحت دمائك دماء مقدسة اختلطت بدم الرب. عملية مش سهلة. وتثبت فيه كما يثبت الغصن في الكرمة، والغصن لما يثبت في الكرمة تسري فيه عصارة الكرمة وتغذيه وتقويه وتجعله يشبه الكرمة في كل شيء ويصبح صورة منها ومثالا. هذا اللي بيحصل في التناول، اللي بيحصل في التناول. فأرجو في بداية عام جديد أن الإنسان يجلس إلى نفسه ويفحص نفسه في خطاياه الحاضرة والماضية، ويدرب نفسه أنه لا يقع في الخطأ مرة أخرى. وعلى رأي أحد القديسين قال: ربنا مش يسألك ليه أخطيت، هيسألك ليه ما تبتش. ويكون شديد على نفسه. احنا بنحاول نبقى شداد على غيرنا ولا نكون شداد على انفسنا. يكون شديد على نفسه ويؤدب نفسه ويعاقب نفسه ويقوم نفسه، ويطلب معونة من الله في صلاة منسكبة امامه انه
يكون مستحق للتوبة ومستحق للتنعم، وأيضا يبحث من أين تأتيه الخطية ويبعد عن السبب. وتبقى سنة جديدة وتبقى توبة وحياة جديدة يعيش فيها الإنسان مع الله. لا، ما يصحش إن الإنسان يبعد عن التناول وما يصحش يتناول بدون استحقاق. اللي بيبعد عن التناول بيبعد عن البركات بتاعة التناول والنعمة العظيمة اللي بياخدها من التناول، واللي بيتناول بدون استحقاق بيضيع روحه. يعني لا هو يبعد ولا هو يخش بدون استحقاق. وفي صلاة كنا دايما نقولها قبل التناول، نقول يا رب ليس من أجل استحقاقي لكن من أجل احتياجي، ليس من أجل استحقاقي لكن من أجل علاجي. فالمناولة بتدي قوة، بس الإنسان يستخدم هذه القوة ويعيش في حرص. في ناس يجي يتناول يوم العيد ووسط هيصة العيد ينسى الحرص بتاع التناول، ووسط فرحة العيد وأكل العيد وهيصة العيد وفسح العيد ينسى العهد الجديد اللي خده في التناول مع ربنا. أنا عايز تبقى سنة جديدة وسنة مبروكة وتستعدوا فيها من دلوقتي. ما قلتلكوش في الأسبوع الجاي، أحسن تقولوا قلتلنا في آخر فرصة وما كانش عندنا فرصة. وربنا يكون معاكم وكل سنة وانتم طيبين.